الأوضاع الخطأ وزن الجسم الزيادة ممكن يعمل تزحزح فقري؟ لو في استعداد في الفقرات ممكن يزود طبعا. هل ممكن يعني زي ما نقول كده ممكن الفقرة ترجع مكانها بدون جراحة بتمارين رياضية بتمارين علاج طبيعي؟ لا بس ممكن بتبقى التزحزح موجود ومش عامل لي مشكلة ومش حاسس بيه لو أنا بتعامل صح. إنما لو في تزحزح ما يرجعش تاني خالص. ما يرجعش من غير جراحة. لكن مش هدف إن أنا أرجعه مكانه، هدف المريض يبقى ما يبقاش مريض، ما يبقاش عنده شكوى. لكن مستقبلا التزحزح الفقري ممكن يؤثر سلبا على الحبل الشبكي وبالتالي يعمل شلل لا قدر الله مثلا؟ المنطقه اللي تحت اسفل الدار دي غالبا الحبل الشوكي بيبقى خلص، هو الشاب الحبل الشوكي بينتهي عند الفقره الاولى القطنيه فوقيها باربع ثلاث اربع فقرات. لكن فيها بقى حزمه الاعصاب ممكن تتاثر مع التزحزح الفقري، بس ده دايما بيبقى تاثير مزمن مش تاثير حاد، وبالتالي بقى لو بيحصل التاثير ده بنتعامل معاه، لو بدأ يحصل نتعامل معاه. كأستاذ جراحة عظام عمود فقري متى تلجأ للتدخل الجراحي في التزحزح الفقري؟ غالبا الأشهر يعني في عنوانين أو في أسبابين للتدخل الجراحي. السبب الأول هو زي ما حضرتك قلت إن يبتدي إن نخاف على وظيفة الأعصاب، يبتدي يظهر معالم أو آثار على المريض أو في شكوته أو في تطور شكوته بتخليني أقلق على وظيفة الأعصاب من حيث حركة العضلات اللي مسؤول عنها الأعصاب اللي في المنطقة دي، ومن حيث بقى الحاجات الأهم اللي يمكن زي التحكم في الإخراج، التحكم في البول وكده. يأتيكم في الأوقات التالية.